النهارده عندنا خبر حلو رسمي فهمي نظمي عن عرض النادي الاهلي او عرض الكابتن محمود الخطيب على المهندس ابراهيم عثمان رئيس النادي الاسماعيلي لشراء باهر المحمد. امبارح قلنا ان محمد شيحه بيلعب دور ما لصالح نادي الزمالك وهذا حقه وهذا حق نادي الزمالك كقلعه رياضيه وكفريق ينافس على البطولات، وقلنا ان الزمالك هيبقى فيه انفراجه ماليه نتيجه فتح باب الاشتراكات مبكرا قبلها ب 15 يوم، وبالتالي الكابتن محمود الخطيب متواصل مع المهندس ابراهيم عثمان رئيس النادي الاسماعيلي وبينهم حوار محترم، والحوار بينهما هو الذي انهى صفقه محمود متولي الموسم الماضي، وكانت كل الدنيا تقول لك استحاله يمشي محمود متولي للنادي الاهلي ومحمد عواد لنادي الزمالك والجمهور هيهيج والحكايه والروايه وكلام من المهندس ابراهيم عثمان يتخذ قرارات وفقا لمصلحه النادي وعلى ارض الواقع، ما عندوش فكره ان هو يبقى قلقان، ما انا كده اللعيب مش هيديني. اللعيب دلوقتي باهر المحمدي قال لهم حاجه، قال لهم الاهلي هيديكم اللي هيجيلي من بره، وانا رغبتي الاولى اللعب للنادي الاهلي. باهر المحمدي ابلغ اداره الاسماعيلي والجهاز الفني والاداري ان رغبته الاولى هو اللعب للنادي الاهلي، والرغبه الثانيه هي الاحتراف خارج مصر، ولكن المؤكد ان باهر المحمدي لن يكون متواجدا في تشكيله الاسماعيلي الموسم القادم، موسم 2021، موسم 2021. فالحوار بيدور ومتواصل ومفتوح دائما بين الاسطوره محمود الخطيب والمحترم المهندس ابراهيم عثمان، في تواصل بينهم باستمرار وفي حوار مستمر. وبالتالي الكلام بيروح ويجي. فالكابتن محمود الخطيب عرض على المهندس ابراهيم عثمان الاتي: 10 مليون جنيه مقابل باهر المحمدي والاثنين لاعيبه نهائيا، صالح جمعه وحسين السيد. صالح جمعه بقى في عقده موسمين، حسين السيد بقى في عقده موسم، فيبقى انت كده عامل لك في الصفقه دي بتاع 40 مليون مثلا او 50 مليون، او العرض بياخدوا ويدوا، الكلام بيروح ويجي، او العرض الثاني ال 20 مليون واعاره حسين السيد وصالح جمعه لمده موسم، وهذا الامر مرتبط في النهايه بموافقه اللعيبه، عليهم ان هم يقنعوا اللعيبه اداره الاسماعيلي، او يبقى مبلغ مالي وخلصنا ويدفع وخلاص. ده الحوار اللي بيدور بين الكابتن محمود الخطيب والمهندس ابراهيم عثمان. طبعا الدخول في التفاصيل الماليه بشكل حازم مش موجود. ليه مش موجود؟ وبشكل ينهي الصفقه مش موجود. ليه مش موجود؟ لان لسه الناس مش عارفه ايه اللي هيحصل في الدوري. وهاجي لكم دلوقتي معالي وزير الشباب والرياضه قال لي ايه في موضوع الدوري تحديدا وايه اللي هيجرى. فمش عارفين هيبدا ولا مش هيبدا، هيحصل ولا مش هيحصل، هيبقى فيه دوري وبالتالي قدامنا شهرين ونص على الاقل او ثلاث شهور ونص على الاقل نلعب فيهم الدوري ونخلص ونعمل ونسوي وبعدين نبقى نتكلم في الانتقالات الصيفيه، ولا الدوري هيتلغى وهتبقى الانتقالات قائمه على طول. وبالتالي ليه الاهلي مركز في شراء باهر المحمدي؟ السؤال بتاع الاستاذ خلف المختار. مركز في شراء باهر المحمدي لأن أحمد حجازي أصبح من الصعوبة إنه يرجع، ومركز في شراء باهر المحمدي لأن هو مدافع المستقبل في منتخب مصر، ويكفي إنه هو لعب في هذه السن المبكرة مع المنتخب الأول مع خفير أجير. مركز في باهر المحمدي لأنه بيبدأ هجمة من الخلف، لأنه كوير مش واحد بيطفش، بيلعب بدماغه بيلعب بعقله. كلنا نفتكر أن الأسطورة عماد النحاس لما جه من النادي الاسماعيلي او الاسماعيلي باعه والاهلي جابه، الحكايه والروايه بتاعت زمان دي بتاعت الكوبري دي، جه ظبط المنطقه الخلفيه للنادي الاهلي وظبط الدفاع وكان بيبني هجمه وكان بيلعب بعقل وباتزان، وكان جنبيه طبعا كابتن شادي محمد، احمد السيد، وائل جمعه، كانوا مجموعه ممتازه جدا من مدافعين منتخب مصر كلهم لعبوا لمنتخب مصر، وكان اساسي دايما وائل جمعه، وكان شادي محمد طبعا عمل بطوله رائعه في 2008 ولعب حتى باك ليفت،
وشادي محمد بالمناسبة يتردد اسمه بقوة في العودة إلى قناة النادي الأهلي في الفترة القادمة مذيعا لأحد البرامج الرئيسية، وخاصة بعد المصالحة بينه وبين الكابتن خطيب من فترة طويلة ومؤخرا مع كابتن شوبير، وبيحاول الناس تمهيد الأجواء له في أنه هو يتواجد في قناة النادي الأهلي. وكابتن شادي محمد هو مكسب كبير جدا للنادي الأهلي ولقناة النادي الأهلي، أنه هو أحد المدافعين وأحد أبناء النادي المخلصين وواحد من الكباتن المهمين في تاريخ النادي الأهلي، أكثر الكباتن اللي رفعوا كؤوس وبطولات. خلينا في موضوع باهر المحمدي. فموضوع باهر المحمدي النادي الأهلي مركز فيه لصعوبة التعاقد مع أحمد حجازي، ولأن هذا هو طلب فايلر، الناس بتحاول دلوقتي تنفذ طلبات فايلر، والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بيستخدم علاقاته الطيبة مع المهندس إبراهيم عثمان لإنهاء الأمر، وبالتالي ده موضوع غاية في الأهمية، ولأن في صعوبة في أحمد حجازي، ولأن في صعوبة إن أسامة جلال يجي ويلعب أساسي ويدي للنادي الأهلي اللي هو عاوزه، أو إن أحمد بيكهام هو اللي يقوم بهذا الدور في المرحلة المقبلة بعد ما لجنة الكورة طرحت اسمه، ورفضت كمان محمود البدري مدافع الإنتاج الحرب، رغم إن محمود البدري طلع على أحد البرامج وأعلن إن هو كان مرشحا بقوة، والنادي الأهلي كلمه حكاية ورواية على ارتداء الفانيلا الحمراء، وهذا حقيقي وكلامه صادق، لكنه لا يصل إلى مرحلة التنفيذ. ففايلر النادي الأهلي دلوقتي بيجيب له طلباته، عاوز رمضان صبحي بيسعف في رمضان صبحي، باهر المحمدي بيسعف في باهر المحمدي. طيب ننتقل إلى صفقة أخرى في النادي الأهلي طلبها فايلر، ما أنا بقول لك الأهلي بيسعى إلى أي مدى لتنفيذ طلبات المدير الفني، عشان تيجي بعد كده تحاسبه على النتائج، دوري المصري، دوري الأبطال الأفريقي، مشاركة في كأس العالم للأندية، كل ده الخواجه بيوعد بيه في حل الوفاء بطلبات. طيب النادي الاهلي تلقى ردا على طلب شراء الارجواني سيرينيو، تلقى ردا شفهيا على شراء الارجواني سيرينيو، طلب نادي سان داونز مبلغ 3 مليون دولار مقابل بيع سيرينيو. طبعا المبلغ قابل للتفاوض، لو النادي الاهلي جاد في انهاء الصفقة يقدر ينهيها على 2 مليون دولار 2200 كده، لان برضو انت ممكن لما تجيب سيرينيو تحط فيه بند مثلا ان هو لما في حالة بيعه يحصل نادي سان داونز على مبلغ مالي من جراء البيع، وبالتالي ده امر مهم جدا ايضا في اطار تلبية طلبات مستر فايلا. فسيرينيو الجناح الخطير اللي كلنا شفناه مع سان داونز، الأرجواني اللي كسر الدنيا، اللي مهاراته عالية، واللي طالبه الخواجة قالك أنا عاوز سيرينيو، فممكن يعني إيه يخلص لو الأهلي داس يخلص 2 2 200 2 300، ويبقى عندك معاك لعيب يمضي معاك 5 سنين ويحدث معاك الفارق بإذن الله في المرحلة القادمة وفي دور الأبطال أفريقيا. سيرينيو لعيب مهاري جدا جدا جدا، بيسدد من وضع الحركة بشكل متميز، بيراوغ وبيسدد بشكل متميز جدا، كلنا شفناه في المباراتين كان أحد أهم عناصر الخطورة على دفاع النادي الأهلي. جاكسون موليكا اللي النادي الأهلي بيسعى إليه أيضا، لازالت المفاوضات جارية مع نادي مازيمبي، لو مازيمبي وافق على مبدأ البيع الأهلي جاهز ويخلص، والاهلي عنده فلوس، والاهلي عاوز الدوري يكمل، والاهلي عنده فلوس، كل الناس بتاخد حقوقها يا بيه، عمال وموظفين ومدربين وامن وكله، كله بياخد حقوق الماليه بما يرضي الله. نادي الاهلي ما بيجيش على موظف ولا على عامل ويقول لك اصل الدوري واقف، ولا بيجيب لاعب يقول له اخصم لك ولا اعمل لك ولا اسوي لك. اداره محترمه وقلعه رياضيه عظيمه تحترم كل اطراف المنظومه الاداريه والفنيه والطبيه وكل الناس بياخد حقوقها في النادي الاهلي وهم قاعدين في بيوته، لان النادي الاهلي يحترم التعاقدات ويحترم امور. طيب فجاكسون موليكا لسه المفاوضات شغاله عليه. يبقى باهر المحمدي النهارده كان محور حديثنا في تدخل الخطيب شخصيا 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 لدى المهندس ابراهيم عثمان. سيرينيو سان داونز طلب 3 مليون دولار للموافقه على بيعه للنادي الاهلي. احمد الشيخ جناح النادي الاهلي غالبا سيعود الى مصر المقاصه، لانه حتى لما المهندس ابراهيم عثمان
طرح اسم احمد الشيخ، قالوا انه غالبا هيروح لمصر مقصه لانه بيحب يتمرن مع الكابتن ايهاب جلال، بيحب يتمرن مع الكابتن ايهاب جلال وغالبا هيروح له. باهر المحمدي كمان لما الدنيا تهدى وترو والطيران يشتغل، النادي الاهلي هيعرضه على طبيب الكابتن محمود الخطيب الخاص في المانيا، وباذن الله ربنا يوفقه ويحفظه بحق جه سيدنا النبي هو وكل لاعبي مصر وكل البشريه وكل الانسانيه. يبقى ده موضوع باهر المحمدي، عشان انا مش عاوز اطول عليكم، بخش في المواضيع النهارده مباشره. طيب ده طلبات فايلر وحرص الكابتن محمود الخطيب على تلبيه طلبات باهر المحمدي، سيرينيو، جاكسون موليكا، رمضان صبحي الناس شغاله عليه، امير توفيق ونادر شوقي مع نادي هيدرسفيلد الانجليزي، وهيبان